سابق تدبيره لتؤول كل إلى خيره كما يقول القديس بولس. وكل ذلك على الرغم من عدم استخدامه. إخوتي، أبدأ هذه الرابعة وأنعم علينا نحن الذين نتغذى بجسدك لكي تتم المصالحة بهما مع العدل والحقيقة والحرية. There are moments where we see where the life of the person is. في لحظات اللي فيها نكتشف وين موقع حياة البني آدم. Remember when the news of human nature arrived, comes to rise. لما سمعنا خبر عن تعيينك. طرق الرب أحيانا غريبة عنا نحن البشر، وقد نراها طرقا معوجة، ولكننا نعلم أن الله يعمل مع الذين دعاهم بسابق تدبيره لتؤول كل الأمور إلى خيرهم كما يقول لنا القديس بولس. وكل ذلك على الرغم من عدم استحقاقي. إخوتي، أبدأ هذه الأيام رسالة جديدة في بلد جديد في جيبوتي. وقداس اليوم، شكرا أبونا بشير، هو قداس شكر لله على هذه الفترة القصيرة نسبيا والتي قضيتها هنا. أبدأ بهذه الرسالة ببلد جديد، بأبرشية جديد، بقارة جديدة، بالاتكال على نعمة الله. نعمة الله الذي يرافقنا، الله الذي يرافقنا دائما بنعمته، ومتكلا على صلواتكم. قد يكون لدي أسئلة كثيرة عن المهمة الجديدة في هذا البلد الجديد، ولكن أهم من الأسئلة والتساؤلات هو أن نسير مع الرب والطاعة للكنيسة وخدمة شعب الله. اسمحوا لي أن أتجاوز مرحلة المشاعر وما أشعر به إلى آخره، لأنه هنالك ما هو أهم. أعتقد خطينا هاي المرحلة حتى أن ننظر إلى هذا التغيير، هذه البداية الجديدة بأعين الإيمان، بأن نكون مع الله دائما، طالبا أن يبارك الله هذه الرسالة ويرافقها بمعونته ويجعلها مثمرة. أضع هذه الرسالة تحت حماية القديس يوسف، الذي على الرغم من كل مخططاته الشخصية كان مستعد للعمل بإرادة الله دون أن يعترض، دون أن يسأل. لما كان الملاك يقول له قوم امشي اعمل كذا، كان يعمل دائما بما يريده الله، فكانت مخططات الله له أعظم وأفضل وأجمل من مخططه لحياته. أنا ابن البطركية اللاتيني، أي مكان في هذه البطركية هو بيتي. منذ دخولي إلى المعهد الكليريكي الذي أحفظ له في قلبي محبة خاصة، خلال خدمتي الكهنوتية ومن ثم الأسقفية، انتمائي للبطريركية هو جزء من هويتي ومن كهنوتي. أدين للبطريركية بكل ما أنا عليه ما عدا أخطائي. وجود غبطة البطريرك بيننا اليوم له معنى خاص ومهم بالنسبة لي. أشكر غبطته على مرافقته وعلى حضوره اليوم. اليوم تطلب الكنيسة الجامعة بواسطة القداسة البابا فرانسيس أن أنتقل إلى بلد آخر. هذا يدل على مكانة البطريركية اللاتينية لدى الكنيسة الجامعة وتقديرها للدور الذي تقوم به البطريركية، الدور الذي يقوم به إكليروس هذه البطريركية.
وانفتاحه على العمل الإرسالي. في التاريخ الحديث للبطريركية كان هنالك العديد من العمل الإرسالي، فحيث خدم كهنة البطريركية في السودان، في الخليج العربي، في تونس، حتى في جيبوتي، ويضاف إليها اليوم أبرشية جيبوتي والصومال، ليضاف إلى سجل البطريركية الناصعة، يضاف نجمة شرف جديدة للبطريركية.